في كل عام نجدر واحنا نستقبل شهر رمضان الكريم اللي هو خير شهور السنة، وبين نستمتعوا بهذا الشهر الكريم لازم نعرفوا شوية فوائد وأسرار تاعو في عدة مجالات، باه نعرفوا بلي قاعدين نديروا في حاجة كريمة ومفيدة ومقدسة. نبداو. طبياً الصيام عنده أهمية أساسية في علاج الأمراض، أمراض الربو، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض المعدة المزمنة، القولون، أمراض القلب، أمراض الكلى، يعني مش دواء رئيسي مساعد عليه، من العوامل. في ألمانيا كاين مستشفى يعالج مرضى غير بالصوم، الصوم فقط، اسمه ثيرابوتيك فاستن، الصوم العلاجي. وإذا مش كنتم متأكدين أقرأوا كتاب الرويال روب تهيلينغ ولا كتاب فاست دايت. أقرأوا شوية، أقرأوا برك، أقرأوا برك، أقرأوا برك، أقرأوا. أغلب الغزوات والمعارك التي قادها المسلمون في شهر رمضان كانت تكلل بالفوز والانتصار. غزوة بدر، فتح مكة، معركة القادسية، فتح عمودية، فتح بلاد الأندلس، معركة الزلاقة في الأندلس بقيادة يوسف بن رشفين، معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، ومعركة عين جالوت، وحرب أكتوبر 1973، وحرب العصر المأكول. فهو نجم لامع ومبارك في سماء التاريخ الإسلامي. في شهر رمضان يزيد حب العدل والمساواة والعاطفة والرحمة وتنمية روابط الألفة مع الأصدقاء وتقوية الروابط الأسرية والمسارعة إلى الإحسان والتسابق إلى الخيرات وصون المجتمع من الشرور والمفاسد، وخاصة الإحساس بالفقير ومواساته، ويساعد على التغلب على الأفكار والمشاعر السلبية مثل الغضب، الغيرة، الكراهية. حويج ياسر عبدك مفيد، مفيد جدا. نعم نعم. الصوم يقلل احتمال حدوث الأورام السرطانية، كما يرفع من معدل النجاة بين الأفراد من الإصابات في نسيج الكبد. كما يمكنه أن يجعل عمل الخلايا أكثر انتظاماً ويمنع تحولها إلى خلايا سرطانية، وأيضاً يبعد الجسم عن أوكار مرض السكر ويساهم في إبطال نشوء مرض الزهايمر. الزهايمر ضربة واحدة، ويعزز الجهاز المناعي. رمضان والرياضيات حساب كبير. صوم ثانية واحدة في رمضان يعقيك من العطش لمدة سنة كاملة في الآخرة. وإحنا نصوم 14 ساعة في اليوم في رمضان، يعني 50,000 ثانية يوميا. يعني كي تصوم رمضان كامل يعقيك من العطش ود ما بدأ سنة. ما تجيش في الكاميرا، ما تجيش، أنا بديش نحط الرقم. Very good. زيد حاجة أخرى، أنه ختمة القرآن الكريم يقولوا أنها تساوي 3.3 مليون حسنة، هذا خاطئ في رمضان. ويزيد يقول لك أنه ثواب العمرة في رمضان تساوي ثواب حجة كاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Very good. يعني كي تختم القرآن الكريم في رمضان المبارك يجيك 3,333,300,333,333 حسنة. Very good. نفسياً الصائم يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية والفكرية، ويحسن العمل العقلي، وأيضاً الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الإدمان والوساويس. الله 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 الله. صحيا يزيد الصوم كفاءة الأداء العضلي وكذلك أداء القلب مع المجهود أثناء الصيام، كما يظهر تحسن بسيط في درجة الشعور بالإرهاق، كما أنه يخفف من الالتهابات والعديد من المشاكل في الجسم. وبمجرد أن تصوم أيام فإن خلايا جسدك ستبدأ بطرد السموم المتراكمة طوال العام. وي يساعد على الأناقة والجمال كما يساعد الصيام على إبطاء زحف الشيخوخة على خلايا الدماغ، حيث تظهر الدراسات العلمية في تأخير هرم الخلايا الدماغية التي بالطبع هي مسؤولة عن مطارك الخارجي.
وأيضا هذا الشعر هو فرصة لإعادة تنظيم عمل الهرمونات وحرق كمية الدهون الزائدة. وقيل لازم نزيد نصوم أنا. وكذلك يرتاح الجسم وتزيد مناعة الجلد وتولي شابين ورائعين وجملاء وأنيقون مثلي أنا. دينيا انا شوية ناقص. اوكي يجيكم الشيخ. تفضل تفضل شيخ. رمضان هو تفريج من الهم والكروب ونجاة من هلاك الذنوب والغفران منها. يرتقر من ورقة قلت لي نعرف. اسكت يا ولدي اسكت اسكت. خلينا انا احترم نفسك شوي. احترم نفسك. واضعاف من الشيطان. وايضا بطل بطل مش لنا عندي. بالصيام يرزقنا الله تعالى بالبركة في الأولاد والبركة في الرزق والمال ويعطينا الصحبة الصالحة. برك برك يكفي ويزيد يكفي ويزيد. بون كملنا الفيديو. وش راح نقول لكم؟ الله سبحانه وتعالى يجزي من يصوم باسلوب صحيح يجزيه بصحة احسن ونشاط احسن وحيوية احسن وذهن اصفى وفكر ارقى ومعنوية اعلى وفوائد واسرار تبدأ ولا تنتهي. بالطبع اذا صمنا صح. سلام. السلام to all my bros. Seen them at the mosque with their foreheads on the floor. Brothers know the drill, the second day of dangles. Praying side to side, trying to purify our souls.